لكن قبل البدء في النقاش اسمح لنا نشوف هذا التقرير للزميل محمد السويلم ثم نعود. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذراع الإنسانية للمملكة العربية السعودية، والذي تم افتتاحه في 13 من مايو لعام 2015. منذ ذلك الحين وصلت جهوده ومشاريعه الإنسانية إلى 419 مشروعا تنوعت بين 40 دولة في 4 قارات. 10 مجالات تخصص فيها المركز، كان من أبرزها الأمن الغذائي والصحة والتعليم والإيواء والمواد غير الغذائية، إضافة إلى المياه والإصحاح البيئي، بتكلفة إجمالية تجاوزت 1,700,000,000 دولار أمريكي. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم أصبح يلعب دور فاعل في المجتمع الدولي الإنساني، بل يمكن أن نقول أنه أصبح يلعب دور قيادي في منظومة العمل الدولي الإنساني، وكل هذا بإشادة من قبل قيادات المجتمع الدولي الإنساني. المركز اليوم تجاوز عدد شركائه أكثر من 120 شريك، وتحديدا وصلنا حتى هذا اليوم إلى 122 شريك. نساهم في علاج الجرحى، نساهم في الوقاية من الأمراض، نساهم في محاصرة الأوبئة، وكذلك نساعد في دعم القطاع الخاص في المناطق المنكوبة، إضافة إلى دعم بعض المستشفيات التي تحتاج إلى الدعم، سواء من ناحية التجهيزات أو من ناحية القوى العاملة أو من ناحية أيضا توفير الدواء والملزمة الطبية. الجمهورية اليمنية تصدرت قائمة الدول الأكثر تلقياً للمساعدات ب 260 مشروعاً بنسبة بلغت 89.82%، بتكلفة إجمالية تجاوزت 1,500,000,000 دولار. تليها سوريا بنسبة 3.38%، بتكلفة بلغت 58,000,000 دولار في 33 مشروعاً، فيما أتت الروهينجا ثالثةً 11 مشروعا بتكلفة بلغت 15,000,000 دولار، وأخيرا الصومال والتي بلغت قيمة المساعدات التي قدمت لها 13,000,000 دولار في 6 مشاريع. وأهم المشاريع التي نقدمها هي مشاريع الخاصة بحماية المرأة والطفل وكبار السن، وما نسميه نحن الفئات الأكثر تضررا في المجتمعات. هي نعرف أن هذه الفئات هي فئات هشة في بعض المجتمعات، التي هي أيضا مجتمعات تعتبر مجتمعات أزمة حتى قبل أن تصاب بأزمات ضخمة بسبب الدخل المنخفض وهشاشة المجتمع والأوضاع سواء السياسية أو حتى البيئية في تلك المجتمعات. طبعا إدارة الإغاثة العاجلة هي تهتم بتقديم الأمن الغذائي وأيضا الشلتر والإيوائي. ولله الحمد الإدارة هي من ضمن الإدارات الفاعلة في مركز الملك سلمان، قدمت ولله الحمد البرامج الغذائية والإيوائية لكثير من الدول على مستوى العالم. ونعمل أيضا في مجال الإصحاح البيئي في معالجة المخلفات ومنع الأوبئة، وكذلك مكافحة الأمراض المعدية، ولنا في اليمن مثال على ذلك، فقد ساهم المركز بفضل الله في مكافحة وباء الكوليرا في اليمن وكذلك الدفتيريا. جهود إنسانية للمركز ومئات المشاريع بمليارات الدولارات تضع المملكة في مقدمة الدول المانحة للمساعدات بشتى مجالاتها، بالتنسيق مع عدد من الشركاء في الدول المستفيدة. مواطن محمد السويلم، الرياض.